سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ إذا كنتم من محبي رواية ميخائيل بولكاكوف فإننا ننصحكم بمشاهدة فيلم هارت أوف الدوغ للمخرج فلاديمير بورتيكو والمستوحى من رواية بنفس العنوان. الذين شاهدوا الفيلم يعرفون ما فعله الدكتور بري بوراجينسكي حين حاول وضع قلب كلب في جثة مجرم خطير. لكن ماذا لو أخبرناكم أن الأحداث كانت أكثر من مجرد فيلم؟ سيرجي فيرونوف جراح فرنسي عاش بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. اكتسب الرجل شهرة كبيرة في العالم، كان الأغنياء يدفعون أموالا طائلة للعلاج لديه. لم يكن قادرا على مساعدة الناس في التخلص من الأمراض فحسب، بل كان يجعلهم يشعرون بأنهم أكثر شبابا من ذي قبل. دعونا نتعرف أكثر على هذه الشخصية. سيرجي فورونوف هو اسمه المستعار، أما اسمه الحقيقي فهو سامويل أبراموفيتش البارون. ولد في روسيا، عندما بلغ 18 من عمره ذهب إلى فرنسا من أجل التعليم. درس بجد وتحصل على شهادة الدكتوراه في مجال الطب بتوجيه من عالم الأحياء الفرنسي الشهير أليكسيس كارلين، الذي كان في ذلك الوقت حائزا على جائزة نوبل الفخرية لعمله الشهير في مجال الأوعية الدموية وزرع الأعضاء. وعلى الرغم من أن السلطات الفرنسية في ذلك الوقت لم تكن متعاونة مع الأشخاص المنحدرين من أصول يهودية، إلا أن الرجل نجح في أن يكون استثناءً وأصبح واحداً من أشهر الأطباء في العالم. ذهب الجراح بعد ذلك إلى مصر حيث أصبح طبيباً في قصر السلطان عباس الثاني. هناك اهتم الطبيب أكثر بدراسة تكاثر الإنسان وانتقال الصفات الوراثية بين الأجيال، وأجرى العديد من الدراسات في هذا المجال. بعد ذلك التقى مع الأستاذ شارل إدوارد برون ساكر. أجرى فيرونوف رفقة الأستاذ شارل العديد من الدراسات العلمية التي قادتهما إلى نتيجة مفادها أن تجديد شباب البشر يمكن أن يتم عبر زرع الغدد التناسلية للقردة الشابة في أجسامهم. عندما اكتسب الجراح خبرة ومعرفة كافية، بدأ في إجراء عمليات جراحية جريئة جدا. بدأ باستئصال الغدد الدرقية من القردة وزراعتها لدى البشر الذين يعانون من أمراض الغدة الدرقية. قد يبدو الأمر غير منطقي، لكنه حقق نجاحاً باهراً. ساهمت هذه العمليات في انتشار اسمه عبر أرجاء العالم. في البداية أجرى تجاربه عن طريق زرع خلايا القردة لدى بشر كبار السن. ذلك أعطاهم الكثير من الحيوية والنشاط، وقد كانت تلك قفزة نوعية في مجال الطب. بعد مجموعة من النجاحات المتواصلة، قرر الجراح إجراء تجربة فريدة من نوعها. كان ذلك عام 1920. قام الجراح باستئصال خلايا من خصي القردة وزرعها لدى البشر. لاحظ الجراح بعد ذلك أن هذه العملية ساهمت في زيادة حيوية الخاضعين للتجربة، وقد قال البعض منهم إنهم يحسون بأنهم أكثر شبابا من ذي قبل. إذا كنتم تعتقدون أن عدد الزبائن كان قليلا فأنتم مخطئون، كان هناك الكثير من الزبائن وأغلبهم من رجال الأعمال. تم إجراء هذا النوع من العمليات لأول مرة بشكل رسمي في مستشفيات سويسرا، ثم تم إجراء بعض التجارب الإضافية في مستشفيات فرنسا والجزائر. حين بدأت جهود الجراح في تحقيق نجاحات كبيرة، انتقل الأمر إلى أمريكا. أصبح الطبيب ثرياً للغاية، لأن الجميع كان يريد الحصول على فرصة للعيش فترة الشباب مرة أخرى. تم دفع الكثير من الأموال مقابل ذلك. في غضون عامين فقط، تم إجراء أكثر من 2000 عملية جراحية. أبرز الزبائن كان جاريت ماكورميك، رئيس مجلس إدارة شركة صناعة الحصادات الدولية. أصبح الجراح ثرياً لدرجة أنه استأجر طابقاً كاملاً في أحد أفخم فنادق باريس. كان يعيش حياة فخمة، كان الخدم والحرس والسائق الشخصي والمساعدون حوله دائماً. روجت الكثير من وسائل الإعلام لهذه العمليات الجراحية بشكل مجاني، حتى الشعراء تحدثوا عنها في قصائدهم. انتشرت الإعلانات بسرعة. يقول ماكس توراك الذي كان في ذلك الوقت يعمل كطبيب جراح في شيكاغو إن الأطباء أطلقوا على هذه التجربة اسم قوة القردة. في عام 1922 تم إصدار أول رواية أدبية تحكي قصة هذا الجراح من طرف الكاتب بارترام جيدون. لابد أن الكثير منكم يتساءل عن طريقة حصول الجراح على هذا الكم الهائل من الخلايا الحيوانية. في الحقيقة لم يكن بحاجة حتى إلى اصطياد القردة. في قصره الفاخر كان هناك منزل خاص بالقردة، حيث يتم جلبها من كل أنحاء العالم، وهناك تتكاثر. كانت لديه العديد من الموارد. بعد تفكير طويل، قرر إجراء نفس التجربة على النساء وليس الرجال فقط. لم يكن إجراء التجارب على النساء قراراً نهائياً،
كان الأمر قيد الدراسة، لكن أثناء ذلك لم يواجه الجراح أي مشاكل تذكر مع الرجال. بداية المشاكل. كان الأمر على ما يرام، لكن بعد بضعة أشهر بدأ الأثرياء يشتكون من أن العمليات لم تحقق أي أثر يذكر. لم يكن لدى الجراح أي رد على ذلك. أجرى علماء آخرون بعض الدراسات العلمية التي دلت على أن أنسجة القردة لا يمكن أن تتجذر في جسم الإنسان، كما أن ذلك أدى لبعض المضاعفات الصحية مع مرور الوقت. لكن ذلك يدفعنا لطرح سؤال مهم: ماذا عن المرضى الذين يبدون رضاهم عن النتائج؟ هل يعني ذلك أن الجراحة فعالة في حالات معينة؟ الإجابة يقدمها لنا علماء النفس، إنها ظاهرة التأثر الوهمي بالدواء. لم يكن أحد يحمل إجابة مقنعة. في تلك الفترة كانت فرنسا تحت احتلال هتلر، مما دفع الجراح إلى الهجرة نحو نيويورك. صادر الجيش النازي كل القردة التي كان يربيها، فقد الكثير من المهتمين بهذه العملية رغبتهم في إجرائها بعد اطلاعهم على شهادات من جربوها من قبل، وأكدوا أنها لا تجدي نفعاً. في المقابل كان فريق وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم يعاني من العديد من المشاكل ما بين الأربعينيات والستينيات من القرن الماضي. أجرى لاعبوه عملية زرع أنسجة القردة، وهو ما انعكس بالإيجاب على أداء اللاعبين في الملعب. فقد الجراح كل شيء، ذهبت سمعته الجيدة، وفقد القردة التي يربيها، وانتهت حياته في أوروبا. بالطبع ما زالت لديه مهنته التي تضمن له الحياة الكريمة، كما أنه تمكن على مدار سنوات من جمع ثروة طائلة، لكن المجد والتقدير لم يعد موجوداً في حياته. حين بلغ عمره 85 عاماً أصابه حادث جعله مقعداً. توفي الجراح بعد ذلك الحادث بشهرين بسبب إصابته بالانسداد الرئوي، وتم دفنه في مقبرة روسية. في عام 1991 استأنف العلماء الدراسات في مجال زراعة غدد القرود، وهي الدراسات التي بيّنت أن الجراح كان على حق. وجد العلماء اليوم أن خلايا القردة يمكن لها أن تتجذر في جسم الإنسان وتنتج هرمونات تفيد الجسم. كما قام العلماء بإجراء تجارب على خلايا أخرى، وهي خلايا البنكرياس لمساعدة مرضى السكري، وقد كانت التجارب ناجحة. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.